نروح نديرها لك سلام. شو عندك وحيد تاع الماء ابو بكر؟ شنو خويا؟ وحيد تاع الماء اللي تحط الصحونه هكا بلاستيك بلاستيك ولا انا عدت برك موديل نعتو لي برا نعتو لي موديل هذيك كوطاج هذيك اللي برا السلام عليكم بارطاجيو خوتي اللايف بارطاجيونا لكم حويجات اللي جبناهم اليوم وغدوة ان شاء الله نزيد نكمل لكم لي بري على بارطاجيو خوتي بري بارطاجيو خاوتي حنا ديجا مزلنا نطرحو واش تينا ندير لكم لايف بلا ما تقولوش هما نسانا اليوم بسم الله نبداو نعطيو لكم عندكم البريق هذا ها زوج ها البريق هذا ها حاط هنا ها هذا شكون اللي عيط سامحونا هاني جيناكم ها البريق هذا ستيل تركي في لي كولير كاين هكذا كاين الكولير هذي كاين الكولير هذي وكاين الكولير هذي الله يبارك فيه كولير روعة اي كولير ما شاء الله شوف ستيل تركي ها هو يتحط في الخوه باهي في الشباب في الليكس ما شاء الله فيه لي كولير لي كولير تاعو باهين بزاف الله يبارك السومة ان شاء الله غدوة ان شاء الله ندير لكم السومة تاعو راهي مزالو عندنا حوايج مازلنا ما كملناهمش نعطيكم حوايج برك اللي طرحناهم وغدوة ان شاء الله كملوه عندك البريق هذاكم شتوه نهبطو البورتي بيس الموديل هذا بي ها الموديل الله يبارك فيه لي كولير واش مكتوب فيه لوف الله يبارك ما شاء الله كاين هكذا كاين في الروز بارطاجيو خوتي لايف با كامل الناس تشوف كاين هذه وكاين هذه فري غدوة ان شاء الله خوتي السومة غدوة ان شاء الله الحانوت سوق راس بير يوسف فوق الولاية اللي ما يعرفش سوق راس سقسي يقولهم الولاية وين جات ينعتولو الحانوت آه موديل باهين بزاف 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 كاين الموديل هذا ها سيراميك وحطب باهية ثاني الله يبارك فيها لي كولير باهية بزاف 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 البري خاوتي هذو اللي نعطيكم غدوة ان شاء الله حانوت راه في بير يوسف والناس اللي راهي تقول جينا وما نلقاوش حوايج الحوايج هذو ها ها من الحوايج اليوم واش كدا عندنا في الشهر 27 اليوم 27 في الشهر ها لايف بث مباشر نورمالمون مفهوم هذوك ما نلقاش واحد في التعليق تقول لي وجيت وما لقيتش ها حانوت شعبالي الاولي منزليه فوق الولايه
في بث مباشر هذا. ها عندك هذه سيراميك ثاني 4 بيس، 4 بيس سيراميك فيها ليكولير خاوتي. هذه تاع صابون ليكيد، وهذيك تاع صابون، هذه والله ما على بالي واش حطوا فيها. المهم 4 بيس فيها ليكولير سيراميك تاع العرايس باهية بزاف. كاين الموديل هذا وكاين الموديل هذا ثاني سيراميك لندن باهي ثاني فيه ليكولير خاوتي. وعندنا الموديل هذا فيه ليكولير. بارطاجيو خاوتي لايف. زيت عندنا هذو ها مش يحطوا فيهم ها مكسرات وحوايج خفيفة فقط. مايونيز هريسة ستة في الكارتون بيهم بالمغرفة. كاين فيهم لي موديل، كاينة هكذا الريشة هذي، كاينة هذي، كاينة هذي، كاينة هذي. المهم فيهم لي موديل خاوتي لبري غدوة ان شاء الله. ها خاوتي البري غدوة ان شاء الله. زيت طبسي هذا تاع القاطو هاو كاين هي ثاني حاجة باهية. كاين الموديل هذا، كاين الموديل هذا هاو كاين الموديل هذا، كاين الموديل هذا. شباب بزاف لي سيرفيس خاوتي. كاين الموديل هذا قهوة حليب، كاين هذا قهوة حليب، كاين هذا قهوة حليب. هذا موديل جديد دخل قهوة حليب ثاني. كاين الموديل هذا، هذا فيه ليكولير خاوتي. الموديل هذا ثاني فيه ليكولير. كاين لي كاس كل كاس كولير، وكاين لي كولير كامل كيما هذا بلي كولير. ها هو ذاك في الروز كامل. قهوة حليب ثاني ها. في سيرفيس كاين ما شاء الله، جبنا موديلات باهيين بزاف. شوما بربي ان شاء الله مليحه ثاني. غدوة ان شاء الله ندير لكم السيو تاعهم. زيت كاين الموديل هذا قهوه حليب ثاني، فيه لي كولير، فيه لي موديل تتبدل الرسمه تاعو. كاين الموديل هذا مي خاوتي لو وليتو ما تسمعوش ولا حنا مزلنا حالين فوق، كاين شوي حس معليش. المهم نعطيكم واش كاين، غدوة ان شاء الله نعاود نصور لكم واش مزال. كاين الموديل هذا ثاني فيه ليكولير، هذا فيه ليكولير قهوة حليب سيرفيس ما شاء الله. ها ملي سيرفيس نجبد لكم هكذا تشوفوا. نعم لي سيرفيس خاوتي. نروح لكم البريس هذا. لي موديل تاع البريس نعم. كملت هو؟ كملت هو؟ دخلوا السلعة وغدوة إن شاء الله نزيدو نكملو شوية خلاص.
كاين هذا الزوج ها 75,000، هذا 75,000 ثاني الزوج، هذا 110,000. جيب لكم موديل هذا جديد ها تاع ولاد صغار كادوات، ها الولاد وما نساوهمش مرة. هذه رانا تفكرناكم الولاد، جبناكم كادوات هام لي كادو تاع الولاد. هام لي كادو خاطي، زيد لي وصلنا على بورتمونجي. هذه هاي سيراميكي كاينه تدخل في الميكرووند، كاينه هذه 3 بياس في الكبيره وكاينه في الصغيره، هاي متوفره خاوتي. كاينه بيستولي تاع الكاطو هذه هاي اينوكس، فيها ليمول، فيها ليمول تاعها اينوكس، حاجه باهيه. جبنا لكم الكوكو كولير ثاني، غدوة ان شاء الله ندير لكم السومة تاعها. هذا الروبو كاين 150,000 سنسي كونت، هذا 150. الدونات هاي الناس اللي ما لحقتش بالدونات المرة اللي فاتت راهي كاينة متوفرة كمية كبيرة هاي، الله يبارك. ها 20,000 خالتي دير هذه، ها هذه دير 20,000 ميل، راهي كاينه بكميه كبيره ان شاء الله الناس كامل تدي هذه ب 20,000. ها دونات راهي هنا ب 20,000 كاينه منها. واش عمي قايس؟ فاني مداير لايف. المهم هذه 20. خلاص عمي قايس كبر خيرك وعيشك. عايشك خويا. المهم خالتي هذه 20,000. دونات 20,000 راهي متوفرة وكمية كبيرة. هذه 35,000 ثاني راهي كاينة وكمية كبيرة. 35,000 هذه ب 35,000. هالموديل تاع 55,000 هاو تاع الوردة حنا جبناكم من لوك سيكون 5، راهو كاين ثاني وكمية كبيرة 55,000 ها كاين. ها 55,000 خالتي، 56,000 كوب كلاص هذي ها، متوفرة عند شعبان ها، 55,000 هذي ب 55,000، 6 ب 55,000 متوفرة كاينة، نشكر بربي إن شاء الله تدي، كاينة وكاينة كمية كبيرة ثاني، 55,000 زيد. هذه هاي كاينه ها قلنا لكم عليها 35,000. الدونيس راهي موجوده ها 20,000 هذه كاينه ثاني ها كميه كبيره زيد. هذا الزوج ب 25,000، هذه 26,000، 26,000 هذا قد نبيعوا فيه بدروا بدروا قد هذا؟ 55,000، 55,000 صفية تاع الترك هذه هي كاينة تاع الترك، حاجة مليحة، لا شين لا كورونا لا والو، ها صفية ترك حاجة باهية، كتان باهية بزاف ها. 6,000 دير تاع تاي هذا 60,000، هو داخل نبيعو فيه ب 60,000 تاع تاي بدرو
هذا 60,000 وكاين منه 60,000 هذا خي 60 60 هي ها المرة اللي فاتت كان عندنا 60,000 جبناكم الموديل هذا ها في 12 غدوة إن شاء الله ندير لكم البري تاعو هذا 50,000 هذا 80,000 قريبة خلص عمي قيس ما راح روح تعبت ما راح نركب الهيكي هذا 80,000 هذه 36,000 هاي كاينة 36,000 ها الموديل اللي جبناها جديدة ها غدوة إن شاء الله ندير لكم السومة تاعها هذه ثانية موديل جديد السومة غدوة إن شاء الله بونبونيارة هذا الموديل هذا ها معوج ها عنده نص منه ونص ما عندوش ها الموديل ها الموديل هذا ثاني غدوة إن شاء الله ندير لكم البري زيد هذه جبناها لكم هاي تاع 2025 اللي كاينة 2025 ها 2025 2025 هذا كيس كوكا وغدو ان شاء الله نصور لكم وما يبانش هكذا مليح القطعة هاي كاينة مزيتو ما كملتوش من هي ما يبخاوتي هذي وش قدرنا نطرحو وش قدرنا نعطيكم اليوم اللي سقسونا على الدونات هاي كاينة نعاودوها هذي اي كاينة 35,000 كوب كلاس وردة اللي ضالين نسقسيو عليها هاي موجودة 55,000 هاي كاينة منها بارطاجي وخاوتي هذي رانا جبنا منها 55,000 50,000 السوق راس بير يوسف زيد هادو هم كاينين الموديل هذا انا جبناه جديد زيد اللي ما شافوش قبل نعاودو نديرو لهم تو خفيف هكذا الرام كان ما كانش خالص هذا واش قدرنا نصورو لكم اليوم غدوة ان شاء الله نزيدو نعطيكم السلعة الجديدة مرحبا بكم خوتي سامحونا طولنا نقولكم تصبحوا بخير ليلة سعيدة وغدوة ان شاء الله مرحبا بكم خوتي البلاصة تعرفوها الاسعار تعرفوها المحل تعرفوه والسلعة تعرفوها بارطاجيو اللايف خاوتي ومرحبا بكم وتصبحوا بخير بونوي ليلة سعيدة